أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العراق، الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 23 والإصابات إلى 266. كورونا يشل مظاهر الحياة، الحواجز الكونكريتية تعود إلى شوارع بغداد، والإقليم يفرض الحجر الصحي على قضاء درب دخان. عمر حكومة سنة واحدة تنتهي بالانتخابات المبكرة يؤكد الزرفي، ويقول تشكيلة الوزارية لن تمر إلا بتوافق جميع الأطراف السياسية. عقد التأمين الصحي يثير زوبعة من الاتهامات، شبهات فساد واحتيال تحيط هيئة التقاعد الوطنية، والمتقاعدون يحذرون رواتبنا في خطر. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. البداية من رقعة انتشار فيروس كورونا في العراق، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة تسجيل 3 وفيات جديدة في بغداد والبصرة وديالى. وأوضحت الوزارة أن الإصابات توزعت بواقع 7 إصابات في بغداد، وإصابتين في النجف، وإصابة واحدة في محافظتي البصرة ونينوى، فيما سجلت أربيل 10 إصابات وسليمانية 12 إصابة. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الإصابات إلى 266 إصابة والوفيات إلى 23، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 62 حالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الوبائي اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في العراق، سجلت مختبرات وزارة الصحة 33 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 3 حالات، بغداد الكرخ حالتين، بغداد مدينة الطب حالتين، النجف الأشرف حالتين، في البصرة تم تسجيل حالة واحدة، وفي محافظة نينوى تم تسجيل حالة واحدة وتعتبر أول إصابة في نينوى. في السليمانية سجلنا 12 حالة جديدة، وفي أربيل 10 حالات جديدة. مجموع الإصابات الجديدة اليوم 33 حالة، وسجلنا أيضا 5 حالات شفاء جديدة، 3 منها في بغداد مدينة الطب، وحالة واحدة في ميسان، وحالة الشفاء 5 في كربلاء. مع الأسف اليوم سجلنا أيضا 3 وفيات، في واحدة في الرصافة، ووفية في ديالة، وحالة وفاة في البصرة. مجموع الحالات المشخصة بفيروس كورونا المستجد في العراق 266 حالة، وتم تسجيل 62 حالة شفاء و23 حالة وفاة. ومع انتشار فيروس كورونا في عموم العراق، حذر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي من عدم إمكانية استيعاب مستشفيات البلاد لأعداد المصابين في حال تفشي الفيروس على نطاق واسع. الحجامي أكد تلقي المؤسسات الصحية لبعض الدعم من بعض الشركات التركية، مستغربا قلة الدعم المادي من جانب القطاعين الحكومي والخاص في البلاد. حضرة التجوال معناه أن تلزم بيتك ولا تخرج. ربما لا سمح الله لو انتشر المرض، فإمكانيات مستشفياتنا ربما سوف لن تتسع للمرضى. هذه أمانة يجب أن نقولها لكم. كوادرنا مستنفرة بالكامل، مستشفياتنا ومراكزنا الصحية مستنفرة بالكامل، لكنه لا نستطيع أن نتكهن بالمستقبل. هذا يعتمد عليكم أنتم فقط، خصوصا المناطق المكتظة بالسكان. لدينا عتب شديد على التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصالح،
الناس المتمكنين لم نستلم منهم لحد الآن أي دعم. شيء محزن أنه شركات تركية مثل شركة دلتا وشركة تيكيماش تدعم الدائرة، شركات تركية أؤكد، لكن ولا شركة ولا مقاول ولا رجل أعمال عراقي دعمنا لحد الآن. على الأقل نعطيهم قوائم الأجهزة التي نحتاجها والمستلزمات التي نحتاجها وهم من يقومون بالشراء. الموازنة لم تصل لحد الآن، نحن مقيدين من ناحية المالية ومن ناحية أيضا ضوابط الشراء. هناك عمال خدمة استئجار تبرعوا برواتبهم، لكن لم نرى أي شخص من أصحاب الأموال أو على الأقل من الأشخاص أصحاب الرواتب المرتفعة، لم يتبرع لنا أي شخص بدينار واحد. للمتابعة ينضم إلينا الآن عبر سكايب استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي. أهلا بك دكتور. دكتور، اليوم منظمة الصحة العالمية بعد تصنيف كورونا كوباء ثم جائحة اليوم تحذر من ارتفاع وتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا، ما الذي يعنيه ذلك؟ مساء الخير والتحية ليك وللسادة المشاهدين. منظمة الصحة العالمية بتتابع عن كثب تطور الأحداث وخاصة ازدياد الحالات في عدد كبير من المناطق على مستوى العالم. رأينا أن أوروبا أصبحت بؤرة جديدة لتفشي المرض. إيطاليا بتسجل أعلى الحالات حاليا وسجلت أعلى عدد وفيات حتى أكثر من ما سجل في الصين مصدر تفشي هذا المرض. وبالتالي لابد من اتخاذ كثير من الاجراءات على مستوى الدول ومستوى الشعوب. منظمه الصحه ما زالت بتحذر انه المرض بيزداد انتشارا، ولكن في نفس الوقت بتؤكد انه ما زال في امكان الكثير من الدول اتخاذ الاجراءات الكفيله بمنع انتشاره خاصه على مستوى الشعب. نعم دكتور أمجد، يجري الحديث بشكل كبير عن تجريب واختبار بعض اللقاحات كعلاج لفيروس كورونا. اليوم منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام بعض الأدوية ضد كورونا وتقول أن نتائجها قد تكون أكثر من فوائدها. هل يعتبر ذلك ردا على تغريدة مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قرب إنتاج لقاح لكورونا؟ في البداية بنفرق ما بين اللقاحات والعلاجات. اللقاحات تم تجربة عدد من اللقاحات، ولكن الكل بيعلن ان هي ما زالت في طور التجربة. التجربة بدأت داخل المختبرات ثم وصلت في بعض الدول الولايات المتحدة الأمريكية الى تجربتها على نطاق ضيق من البشر، ويلي ذلك تجربتها على نطاق اوسع. ومن المتوقع ان هذه التجارب الإكلينيكية السريرية قد تستمر لعدة اشهر أن يظهر لقاح فعال في الأصل. بالنسبة للعلاجات، هناك الكثير من المراكز البحثية بتقوم بالأبحاث، ولكن للأسف تم الإعلان مبكرا عن هذه التجارب، وده أدى إلى تسارع بعض الناس في دول كثيرة من استعمال هذه الأدوية دون الحصول على التجربة الكاملة. ولذلك تحذر منظمة الصحة العالمية هذه الأدوية لم تجرب بعد، كثير منها له اثار جانبيه خطيره. نعم. قد يؤدي الى فشل كلوي او اثار وخيمه على الكبد، وبالتالي لابد من راعي الدقه والتأني حتى يثبت فعاليته فعلا والجرعه. نعم. المناسبه لمرض الكوفيد 19. دكتور أمجد، يقال أن هذا اللقاح أو هذا العلاج سيظهر بعد عام، الجميع يسأل لماذا بعد عام؟ يعني المدة المتوقعة من أجل ظهور هذا العلاج؟ مرة أخرى، لما بنتكلم بعد عام مقصود به اللقاح. اللقاح له تجارب محددة لتأكيد مدة المناعة. اللقاح مفترض منه أنه بيأخذ للناس أصحاء لإعطائهم مناعة. نعم. مدة ما حتى لا يصابوا مرة أخرى أو يصابوا بالمرض. ولذلك لابد من التأكد أن اللقاح المستخدم في البداية آمن، لا يسبب آثار جانبية. مرة أخرى السبب الآخر أن يعطي مناعة لفترة معقولة، ولا يمكن أن يعطي مناعة لأسابيع قليلة ويتم استخدامه على نطاق واسع. وبالتالي ده التجارب هذه لتأكيد السلامة والفعالية تحتاج وقت.
على الجانب الاخر الادويه، والادويه سرعتها اقل يعني طولا الى حد ما بتحتاج فتره اقل، نتمنى انها تظهر خلال اسابيع قليله او اشهر. في مؤشرات ايجابيه كثيره، ولكن من المبكر بان التسرع بالقول مفيد علاج فعال تم اكتشافه وتم الموافقه عليه من قبل منظمه الصحه العالميه. كل العلاجات التي تعلن عنها هي مجرد تحت التجربه، وللاسف في بعض الاحوال الاغراض التجاريه بتلعب دور هنا، ومنظمه الصحه بتحاول تراعي الادله العلميه الموثقه، وحتى الان لا يوجد دليل علمي موثق على فاعليه الدواء حتى الان. نعم دكتور أمجد، يعني اليوم شاهدنا انتشار، اليوم أقصد حاليا الآن، انتشار لوباء كورونا في إيطاليا، زيادة عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن انهيار النظام الصحي في إيطاليا. ماذا عن الدول العربية؟ هل تعتقد بأن الدول العربية، تحديدا أسأل عن العراق الذي أعلن اليوم عن 233 حالة إصابة و20 من الوفيات، ويعني تشافي 57 حالة، هل تعتقد بأن القطاع الصحي في العراق قادر على مواجهة وباء كورونا؟ مهم جدا نبقى عارفين انه العالم كله في خطر هذه الزيادة. كل ما نرجوه من الدول هو محاولة تبطيء انتشار المرض بحيث تستطيع الجهات الصحية مجابهة هذا. في بيعرف في الارتفاع السريع في عدد الحالات، هذا الارتفاع الحاد إذا تم في أي دولة مهما بلغت من قدرتها حقيقة بتواجه مشكلة كبيرة لاستيعاب الحالات، وشوفنا ده في إيطاليا. إيطاليا من الدول المتقدمة صحيا ولديها إمكانيات كبيرة، ولكن عندما واجهت هذا الارتفاع الحاد السريع في اعداد الحالات لم تستطع مجابهته بالانظمه الصحيه، وكذلك في فرنسا وانجلترا وغيرها من الدول المتقدمه. وبالتالي الدول مطالبه بما فيها العراق بالطبع اتخاذ المزيد من الاجراءات لتبطيء انتشار المرض، ذلك بشكل اساسي بطريقه التباعد المكاني. منظمه الصحه العالميه دائما بتدعو الى فكره التباعد المكاني اكثر من التباعد الاجتماعي، وكذلك الاكتشاف المبكر وعزل الحالات بشكل سريع. عزل الحالات بشكل سريع بيؤكد تقليل إمكانية نقل المرض من شخص مصاب إلى شخص سليم، متابعة المخالطين، كل هذه الإجراءات كفيلة أنها تقلل من حدة المرض، تقلل من حدة سرعة انتشاره، وبالتالي تستطيع الدول مجابهة هذا الارتفاع المحتمل والمتوقع في كثير من الدول. نعم، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية دكتور أمجد الخولي، كنت معنا عبر سكايب من مصر، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة. إذن مشاهدينا، مشهد الحواجز الكونكريتية يعود إلى الواجهة في شوارع العاصمة بغداد في محاولة جديدة لتطبيق قرار حظر التجوال، ما أثار حفيظة شريحة الأجراء اليوميين والمستثنيين من قرار الحظر الذين طالبوا بتسهيل تنقلهم من مناطق العاصمة. التفاصيل في هذا التقرير. من جديد، الحواجز الكونكريتية تعود للواجهة في شوارع بغداد، وذلك كحل نهائي لعدم التزام المواطنين بقرار حظر التجوال خوفا من انتشار وباء كورونا. إلا أن نصب هذه الحواجز عمل على تعطيل المستثنين من قرار الحظر. المفروض اكو فد منفذ محدد معلن بالتلفزيون حتى نعرف منين نطلع ومنين، وهذا يكون تحت إشراف الناس المختصة اللي هم وزارة الصحة، الداخلية، شو من الجهات المختصة بالموضوع، انه يحددون مكان منفذ نطلع من عنده، حتى 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 التنقل يعني كسيارات شخصية، كسيارات دولة، نعرف منين نطب ومنين نطلع. بس احنا ما ندري منين نجي، يعني نجي على نفقتنا الخاصة، وحتى مو بسياراتنا، نعرف لأنه ما نقدر التنقل، صعوبة التنقل تقطع بالصبات الكونكريتية. ولكن احنا نطالب كمواطنين من القوات الامنيه وقيادة العمليات ان تكون خطه امنيه يراعون بها ظروف المواطنين على مستوى اكو ناس مرضى، على مستوى المواد الغذائيه، على مستوى ايصال كافه احتياجات المواطنين. اكو وجود صبات ما تقدر تعبر منطقتك، المفروض الصبات ما موجوده، اكو قطوعات اللي اصطناعيه اللي غيرها، حتى يقدر المواطن تكون مرونه بالتنقل بها، او كل منطقه يكون اربع اشخاص خمسه مخولين يعني يوصلون احتياجات المنطقه ما تحتاجه
بالتعاون مع مختار المحلة وغيرها. لحد الآن للأسف لحد الآن القوات الأمنية ما عاد تتعاون مع المواطنين، والمواطن في حيرة، حتى ما جاء يقدر يوفر كل يعني أبسط احتياجاته، ما جاء يقدر يوفر المواطن. من جهتهم أصحاب الأجور اليومية والأعمال الحرة طالبوا الجهات المعنية بضرورة النظر إليهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء هذا الحظر. هسه هنا كظونة خذوا السويج خذونا المركز تعهد يلا طلعنا، يعني زين مين ناكل مين نشرب؟ لا هم موفرين للبيوت مثلا حصة يطون مثلا مبلغ شيء قليل، ما نريد منهم شيء هسه ونقعد ونسكت. زين أنا عندي أربع جهات حليب حفاضات، زين مين اجي؟ هم انا اقول لك حقهم يعني يسدون يخافون على العالم، فدي ما عنده شلون بالله. لا يعد فرض حظر التجوال اجراء امني بقدر ما هو وقائي من تفشي فيروس كورونا، وسط دعوات من القوات الامنيه ووزاره الصحه والناشطين بضروره التزام المواطنين بيوتهم وعدم الخروج الا للضروره الملحه. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجه الفضائيه. أما في إقليم كردستان فقد أكد وزير الصحة سامان برزنجي أهمية استمرار حظر التجوال في الإقليم لحين السيطرة على انتشار فيروس كورونا. استفدنا من قلة عدد المصابين بفيروس كورونا جديد كوفيد 19 ولكشف ولتفشي المصابين والمتوقعين أو المشبوهين من الفيروس الكورونا ولحماية ومكافحة الفيروس بين المواطنين. لذلك احنا كوزارة الصحة في إقليم كردستان نؤيد هذا الحظر الاستجوال ونطلب باستمرار حظر الاستجوال إلى من نسيطر كاملا على هذا المرض الانتقالي فيروس الكورونا الجديد وإلى سيطرة العالمية على هذا المرض. إذن بعد ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، قررت الحكومة المحلية في الإقليم تمديد فرض حظر التجوال للمرة الرابعة وفرض الحجر الصحي على قضاء دبردخان في السليمانية. التفاصيل في هذا التقرير. للمرة الرابعة مددت وزارة داخلية الإقليم سريان حظر التجوال حتى الأول من نيسان المقبل لتطويق وحصر وباء كورونا. القرار لم يشمل المركبات فقط بل وحركة المواطنين الراجلة، فيما استثنت من هذا القرار الأجهزة الأمنية والصحية والإعلامية. مديرية شرطة أربيل قامت باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وحيث قامت قوات الشرطة بالانتشار في جميع الأماكن والمحلات والأزقة والشوارع العامة والأماكن الخاصة بالمواطنين حول تجارتهم لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم. الوباء لا زال يحاصر البشر ويلاحقهم في أبسط تفاصيل حياتهم اليومية، فبعد تسجيل إصابة لأحد سكان مجمع سيبيران في قضاء خبات غرب محافظة أربيل، تم حجر ما يقارب 5000 شخص من القاطنين في هذا المجمع ليلتحق بهم قضاء دربندخان في محافظة السليمانية. كان أكو حالات اشتباه به، لأن كما تعرفون بكل المخيمات تقريبا بثلاث مخيمات كان أكو حالات اشتباه به، لأن العلامات فيروس كورونا قريب من خلينا نقول إنفلونزا عادي أو أي مرض أخرى، فحتى نتأكد من أنه مو فيروس كورونا فسوينا إحالة وصار فحوصات مختبرية والحمد لله حالة كان مشتبه به وما كان confirmed case. ووصلت أعداد الإصابات المؤكدة في عموم محافظات الإقليم وحسب بيانات رسمية إلى 76 إصابة، منها 22 في أربيل واثنين في دهوك ومثلها في حلبجه، فيما لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة في السليمانية. بعد أن كانت تضج بالحياة صمت آخر يسود شوارع أربيل بعد تمديد رابع لحظر للتجوال، فكورونا يفرض قوانينه على جميع مدن البلاد. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة.
سياسيا، أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي أن حكومته التي يسعى لتشكيلها لن تمضي إلا بتوافق جميع الأطراف والمكونات. الزرفي أشار خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين إلى أن طريقة تكليفه جاءت طبيعة كونه أحد المرشحين للمنصب ولفاد المهلة الدستورية المقررة لاختيار مكلف لتشكيل الحكومة، نافيا أن تكون عبر صفقة بأي شكل من الأشكال مع رئيس الجمهورية برهم صالح. وحول البرنامج الحكومي الذي سيطرحه أكد أنه سيكون مختصرا طبقا للتحديات الأساسية التي يواجهها العراق، أبرزها التحدي الخارجي المتمثل بمجلس الأمن والتحالف الدولي، والتحدي الداخلي المتمثل بالاحتجاجات الجماهيرية، فضلا عن الأزمة المالية وتفشي وباء كورونا في عموم البلاد. كما أوضح زرفي أنه يسعى لتشكيل حكومة عمرها سنة واحدة ومهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات مبكرة وفقا لمطالب المتظاهرين المرابطين في ساحات الاحتجاج منذ تشرين الأول الماضي. وأكد رئيس الوزراء المكلف أن قرار إجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا حكوميا فقط، بقدر ما هو قرار سياسي يتعلق بطبيعة استعدادات الكتل والقوى السياسية، متعهدا بإجراء الانتخابات في غضون 3 أشهر في حال موافقة الكتل السياسية على تشكيله للحكومة. وتعهد زرفي بالتعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين واختطافهم ومحاسبة المتسببين بقتلهم، مؤكدا أنه لا يمكن التغاضي عن هذا الملف تحت أي ذريعة. إذن بعد أن أبدت كتل سياسية رفضها تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، رجح مراقبون للشأن السياسي صعوبة تمرير حكومة الزرفي داخل قبة البرلمان في ظل تعقيد المشهد السياسي. التفاصيل في هذا التقرير. الأزمة السياسية في البلاد التي توشك أن تنهي شهرها الثالث على التوالي من دون أي أمل بحل قريب لا تزال مستمرة، إذ أن خطوة تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس برهم صالح تسببت بردود فعل غاضبة من قوى سياسية عدة اعتبرتها خطوة غير دستورية، رافضة عملية التكليف من أساسها ومؤكدة بأنها لن تتفاوض معه، كما أنها لن تصوت لصالح حكومته. ربما سيستطيع عدنان الزرفي من إقناع، إذا ما نجح في إقناع الكرد والسنة بالتصويت له داخل البرلمان، ربما سيمرر ويشكل الحكومة الجديدة، وربما أيضا سيواجه مصير محمد توفيق علاوي إذا ما رفض أو إذا ما رفض أيضا إقناع أو إذا لم يستطع عفوا بإقناع الكرد والسنة من خلال تشكيلته الوزارية وأيضا برنامجه الحكومي. مراقبون وسياسيون ومنهم أعضاء في البرلمان يتوقعون استحالة استمرار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مهمة تشكيل حكومته في مقابل تعويل آخرين على جهود ذاتية منه ومن كتل سياسية داعمة له في تغيير المعادلة الحالية لمصلحته عبر تحركه من خلال وسطاء لإقناع الرافضين له بدعمه وإزالة أسباب تحفظهم. حتى الآن ما نسمعه من داخل الأروقة السياسية ومن داخل الغرف التي تعقد فيها الاجتماعات فإن الرفض للسيد عدنان الزرفي هو الأرجح، لكن كما نعلم فإن في السياسة كل شيء ممكن، الثابت فيها متغير. قد تجنح الكتل السياسية من أجل دعم حكومة الزرفي باعتبار أن العراق يمر بظروف الآن استثنائية تستوجب وجود شخصية على رأس السلطة التنفيذية من أجل السير بعجلة البلد إلى الأمام ومواجهة جميع التحديات السياسية، وأهم تحدي الآن هو انتشار وباء فيروس كورونا. ورغم استمرار ردود الفعل الرافضة لخطوة تكليفه بتشكيل الحكومة من عدة قوى سياسية، بدأ عدنان الزرفي أولى خطوات تشكيل حكومته من خلال اتصالات أولية أجراها مع عدد من قادة الكتل السياسية ساعيا للحصول على التأييد والدعم لحكومته المرتقبة والتي من المفترض أن تعرض على البرلمان في غضون شهر واحد فقط لنيل الثقة. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. ينضم إلينا حاليا من أربيل عبر سكايب المحلل السياسي دكتور مهند الجنابي. أهلا بك دكتور مهند. دكتور مهند، إذن تعهدات كثيرة يقدمها الزرفي أبرزها إجراء انتخابات مبكرة، هل تعتقد بأنه سينال توافق جميع المكونات والأطراف خاصة المعارضة له؟ مساء الخير استاذ علاء، تحيه لكم وللساده المشاهدين.
أعتقد أنه الوضع اليوم أمام رئيس الوزراء المكلف يختلف كثيرا عن الوضع الذي رافق استقالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وتكليف أيضا السيد محمد توفيق علاوي. من أبرز هذه المتغيرات اليوم الفاعلة في الوضع والمشهد السياسي الأزمة الكبيرة التي تعاني منها البلاد كما العالم، الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية، فضلا عن مخرجات الانتفاضة الشعبية. أعتقد أنه اليوم المسائل أمام السيد الزرفي سهلة في تمرير هذه الحكومة أمام تصدع كبير شهدته القوى السياسية، كان آخرها فشل اللجنة السباعية في اختيار شخصية أو تكليف مرشح وفق المدة التي حددها رئيس الجمهورية وهي المدة الدستورية. بالتالي أعتقد أنه اليوم السيد عدنان الزرفي يعمل على تفكيك الكتل، وإن لم يكن هو يهدف إلى هذا الشيء، لكن واقع الحال والأمر المشهد السياسي اليوم الواضح بأنه هنالك الكثير من النواب من داخل الكتل السبعة بدأوا وأعربوا عن تقبلهم وترحيبهم، وأيضا هنالك حالة التهميش التي تمارس ضد هؤلاء النواب هي أيضا تساهم في خروجهم عن قرار رئيس الكتلة أو اللجنة القيادية في الكتل. بالتالي هذه المتغيرات وهذه الظروف بمجملها أمام دعم لأطراف أخرى خارج إطار البيت الشيعي أعتقد بأنها سوف تسهل على رئيس الوزراء المكلف أن يمرر حكومته، وفي أعتقد بأنه أقل من المدة المحددة. نعم دكتور مهند، لكن يجري الحديث عن ترشيح بعض أسماء رؤساء الجامعات بديلا عن الزرفي، ما صحة هذه الأنباء وما الهدف منها إن كان ذلك صحيحا؟ أعتقد بأنها البسمار الأخير في نعش يعني منظومة المحاصصة من قبل قوى سياسية احتكرت رئاسة الوزراء على أنها لا تكون فقط من المذهب الشيعي، بل أنه تكون من البرنامج السياسي الذي تفرضه هذه القوى. بالتالي اليوم مثل ما ذكرنا أنه اللجنة السباعية خلال 15 يوم فشلت في اختيار مرشح، المفاوضون لم يحققوا إجماع، ومسألة ترشيح أسماء من قبل هذه القوى أولا هي أسماء غير دستورية، مسألة التكليف سارت والمرسوم الجمهوري صدر ورئيس الوزراء المكلف سار في مفاوضات تشكيل حكومته، ثم أن طرح هذه الأسماء من قبل كتل مثل دولة القانون أو تحالف الفتح أعتقد بأنها تسهم في مزيدا من الانهيار لهذه الكتل امام الشارع العراقي. اين كنتم خلال المده الدستوريه؟ ثم انه كيف تقدمون اسماء لم يتم التشاور حولها؟ بالتالي اذا اخذنا الجانب الدستوري والجانب القانوني ليس من صلاحيه هذه القوى، ثم انه دستوريا ليس فقط بسبب تكليف اسم معين وهو السيد عدنان الزرفي، ولكن انه دستوريا ايضا بعد إخفاق السيد محمد توفيق علاوي من تشكيل الحكومة صلاحيات تكليفية تكون حصرا بيد رئيس الجمهورية، وهذا ما خولته المحكمة الاتحادية على الرغم من أنه مجلس القضاء الأعلى بيّن موقفه وهو موقف سياسي وليس موقف قانوني، ليس لمجلس القضاء الأعلى علوية أو سلطة في نقض قرارات المحكمة الاتحادية العليا. هذه الظروف وهذه الأمور هي يعني تهدف باعتقادي القوى السياسية التي طرحت أسماء إلى عرقلة هذه الحكومة وإلى عرقلة جهود رئيس الوزراء المكلف في تحقيق إجماع، وهي أيضا تبتغي التمسك بمنصب رئيس الوزراء من خلال هذه الأطراف السبعة، أو على أقل تقدير هي الأطراف الثلاثة الرئيسية، هي التيار الصدري أو تحالف سائرون ثم تحالف فتح ودولة القانون. دكتور مهند الجنابي كنت معنا مباشرة من أربيل عبر سكايب، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة.
تكتنف عقد التأمين الصحي الإجباري الذي أعلنت عنه هيئة التقاعد الوطنية الكثير من الخروقات المالية وشبهات الفساد، وذلك بعد أن كشف رجال أعمال عراقيون عن تسجيلات صوتية مسربة قالوا إنها تثبت تورط هيئة التقاعد بملفات فساد تخص عقد التأمين، وذلك من خلال منح العقد لشركة لبنانية وصفوها بالمشبوهة والوهمية على حساب شركة التأمين العراقية. وكشف رجال الأعمال العراقيون أو رجل الأعمال العراقي صباح الكناني عن ما أسماه بالاحتيال الكبير في هيئة التقاعد الوطنية، مؤكدا امتلاكه أدلة وتسجيلات صوتية تحوي اعترافا صريحا من تاجر لبناني تثبت تورطه في سرقة أموال المتقاعدين، وذلك عبر إبرام عقد التأمين الصحي. وأكد الكناني أن هيئة التقاعد الوطنية وقعت عقدا مع شركة وهمية يترأسها شخص لديه سوابق في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، وأن العقد يتضمن استحصال 1500 دينار شهريا من راتب كل متقاعد مقابل خدمات تأمين صحي. في المقابل ردت هيئة التقاعد العامة على الاتهامات بشأن تورطها بعملية فساد واحتيال عبر توقيع عقد مع شركة لبنانية يتعلق بالتأمين الصحي للمتقاعدين. وقالت الهيئة في بيان إن التسجيلات ومقاطع الفيديو التي نشرها رجل الأعمال صباح الكناني تحوي على معلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التأمين الصحي للمتقاعدين، وأن الهيئة لم توقع أي عقد خدمات مع شركة لبنانية جلوب ميد. وأكدت الهيئة في البيان أن كافة المخاطبات تجري مع شركة التأمين الوطنية، وأن موضوع بوليصة التأمين الصحي لم يحسم لغاية الآن. إلى ذلك أكد مصدر في هيئة النزاهة عن فتح الهيئة تحقيقا بشأن التأمين الصحي الإجباري للمتقاعدين على خلفية ورود شكاوى تخص عقد التأمين الصحي مع شركة لبنانية تدعى جلوب ميد. وأوضح المصدر أن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بدأت بالتحقيق بشأن عقد التأمين الصحي الإجباري وحقيقة إبرامه مع شركة لبنانية، وذلك بعد تسريب تسجيلات صوتية لمستثمر لبناني تشير إلى تقديمه العديد من التسهيلات للمضي بعقد التأمين. هذا وناشد متقاعدون هيئة النزاهة بفتح تحقيق باستقطاع مبالغ للتأمين الصحي من رواتبهم، معتبرين أن التأمين يجب أن يكون طوعيا ولا إجباريا، موضحين أنه تم استقطاع مبلغ 1500 دينار عراقي لكل متقاعد، ما يعني استقطاع 9 مليارات دينار شهريا. الأخبار مستمرة. مع توالي الأيام تستمر النائبة عن المشروع العربي هدى جر الله بتوزيع المنح المالية المخصصة ضمن مبادرة الأمين العام للمشروع الشيخ خميس الخنجر، الذي خصص مليار دينار لتعويض الأسر المتضررة جراء الفيضانات في مدينة الموصل. النائبة استمرت بتوزيع المنح الإغاثية لليوم الرابع على التوالي من انطلاق مبادرة لبيك نينوى من قبل الشيخ الخنجر، ووصلت جهود أمين عام المشروع العربي في إيصال تلك المبالغ بعد تقييم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في جانبي الموصل، مؤكدة أن الغاية من هذه المنحة هو التخفيف عن كاهل تلك الأسر. خميس الخنجر للناس اللي ضررت بفيضان محافظة نينوى. الله يرحمه. الله يسلمك. للشيخ خميس الخنجر إن شاء الله يكفي الغراض راحت وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله الله يسلمك خليك. حبيبي هاي إن شاء الله تكفيكم الأشياء اللي راحت من عندكم إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. هذه مكرمة الشيخ خميس الخنجر. أمر بأنه ننطي مكرمة لكافة أهالي نينوى اللي ضررت بالفيضان. الله يسلمك خليك بارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. هذه مكرمة الشيخ خميس الخنجر. كلمة الضرر من الفيضان أن نفتر عليه ننطي هاي المكرمة تكفيك وزايد عن الأغراض اللي راحت لك. هذه مكرمة الشيخ خميس الخنجر أوعز إلى مكرمة لأهالي نينوى. كل من الضرر بالفيضان عم ندخل عليه ونعطيه مبلغ من المال يكفيه يشتري الآثار اللي راحت من عنده. هذه مكرمة من الشيخ خميس الخنجر. يعيش تبرع على أهل نينوى. يعيش إن شاء الله. اللي ضرروا بالفيضان. يعيش. يعيش إن شاء الله. الله يعيش. ويكثر خير ويكثر خير إن شاء الله. ويوم الختام نشكره أم. بدورهم جدد مواطنو مدينة الموصل ثناءهم على مبادرة الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر، وذلك بتخصيص مليار دينار لتعويض الأسر المتضررة جراء الفيضانات في المدينة.
مشيرين إلى أن المشروع العربي معروف لمواقفه الإنسانية وخاصة في محافظة نينوى. نشكر الشيخ خميس خنجر على هذه المبادرة. نحن بيوتنا ضربت بجراء الفيضانات وطفنا وراحت المواد مالتنا كلتها وغراضنا كلتها. نشكر الشيخ خميس الخنجر على المساعدات واللي بدأوا بيها من عندهم، واحنا ممنونين من عندهم ونشكرهم. وما حاجة يعني مساعدات ما مساعدة، بس هو خميس الخنجر. احنا نشكر الشيخ خميس الخنجر على هذا الموقف البطولي، يعني وبارك الله به، ساعد احنا المنطقة غرقت، كل مناطقنا غرقت، ورحمة الله على والديه ومن أمكم كلكم. ضمن المبادرات الإنسانية أيضا، ولكن هذه المرة في ديالى، انطلقت حملة شبابية تحت عنوان تراحم للوصول إلى العوائل التي فقدت رزقها في ظل حظر التجوال في محافظة ديالى. التفاصيل في هذا التقرير. مع استمرار حظر التجوال في محافظة ديالى، انقطعت الكثير من الأرزاق وعانت العوائل الفقيرة منه، خصوصا أصحاب الدخل اليومي، رغم مساندتهم الأجهزة الأمنية للحفاظ على المدينة من انتشار فيروس كورونا، إلا أن استمرار الحالة قد تنذر بكارثة إنسانية تصيب بعض أهالي المحافظة. أنا شغلي يومي، زين شغلي بس على هاي الستوتة، يعني إذا طول التجول علينا راح نقتلنا الجوع، بس لازم يسوي لنا حل على هاي الصورة. ناشطون حملوا الحكومة المركزية مسؤولية ما يحدث من فقر وعوز لدى الكثير من العوائل، والتقصير الواضح بتوزيع مفردات البطاقة التموينية، فيما طالبوا بزيادة رواتب الرعاية والمواد الغذائية في حال استمرار هذه الأوضاع في العراق. اليوم الحكومة أخذت فد إجراء هو صحيح كلش، فرضت حظر التجوال وهذا إجراء وقائي صحيح، لكن مع الأسف الحكومة ما وفرت وسائل المعيشة، أو حتى ما قدرت توفر مفردات بطاقة تموينية أو زيدت المواد اللي بيها للناس اللي دخلهم محدود أو اللي يشتغلون بالأجر اليومي. أكو ناس إحنا على قولت أهلنا يشتغلون على رجليهم، يشتغل اليوم يأكل، ما يشتغل ما يأكل. وتحت اسم تراحم، أطلق بعض شباب المحافظة حملة لتوزيع السلات الغذائية على العوائل الفقيرة للمساهمة بالتخفيف عن كاهلهم، كما أكدوا أن هذه الحملة مستمرة مع سريان حظر التجوال في المحافظة وبجهود ذاتية وتبرعات بعض الخيرين. باليوم الأول أطلقت هاشتاغ تراحم على الفيسبوك لتفادي خطر الإصابة وإعلان حظر التجوال بالعراق كافة. بمحافظة ديالى باشرت بأنه تنطلق سلة غذائية لمساعدة ذوي الدخل المحدود وممن لا يستطيعون توفير المواد الغذائية. لليوم الثالث على التوالي من حظر التجوال إحنا مستمرين بتوزيع السلات الغذائية، كل همنا أنه نوصل السلات الغذائية للعوائل المحتاجة، وأيضا نوعيهم على خطر فيروس كورونا بمحافظة ديالى. راح تستمر الحملة إن شاء الله بالأيام القادمة. وتبين هذه الحملات مدى التلاحم والأخوة بين أبناء المحافظة مع الحالة المأساوية التي يعيشها العراق في ظل حظر التجوال وانعدام فرص العمل. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. وبهدف منع وصول فيروس كورونا إلى الأنبار، باشرت مديرية الدفاع المدني في المحافظة إضافة إلى دائرة بيئة الأنبار بحملة تطهير وتعقيم واسعة للشوارع والبنايات. المديرية أكدت أن الحملة شملت قضائي حديثة وهيت، إضافة إلى الأسواق المحلية والمناطق السكنية في مركز المحافظة، مشيرة إلى استخدام مواد فعالة في القضاء على الفيروسات، فيما دعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بقرار حظر التجوال والتعليمات الصحية لمنع انتشار الفيروس. انتشرت فرقنا وخاصة فرق CBRN الاستجابة الوطنية العراقي، فرع دفاع مدني الأنبار، إضافة إلى رتل طوارئ دفاع مدني الأنبار، وبإسناد من دائرة بيئة الأنبار، تم تنفيذ حملة واسعة في شملت قضاء حديثة وقضاء هيت هذا اليوم، إضافة إلى مركز المحافظة شمل المناطق السكنية، الأسواق المحلية والشعبية، والحملات مستمرة إن شاء الله. نطلب من مواطنينا الالتزام بتنفيذ حظر التجوال بصورة جيدة والبقاء في المنازل خشية من الإصابة بفيروس كورونا الخطير. شملت هذه الجولة اليوم شارع 20 ومن ضمنها شارع خاشع،
هذا الشارع طبعا هو شارع تجاري بحت، كان هناك تواجد كبير قبل منع التجوال في هذه المناطق وحشود كبيرة. اليوم مع الدفاع المدني، فرق الدفاع المدني وفريق السي بي آر إن، تم تطهير هذه الشوارع وتم تعقيمها. المادة المستخدمة هي مادة الفورغون. في ذي قار، وبعد 3 أيام على إغلاق محطات الوقود، أصدر محافظ ذي قار قرارا بفتح جميع المحطات في المحافظة. تسبب قرار إغلاق المحطات بأزمة وقود خانقة في معظم مدن ذي قار، فيما شهدت محطات الوقود بعد إعادة افتتاحها زخما كبيرا من المركبات والمواطنين. هذه نشرة مستمرة ونتابع فيها لكن بعد قليل. كورونا يفتك بإيران، 127 وفاة في 24 ساعة، وإسبانيا تتحول لبؤرة جديدة للفيروس. ارتفعت أعداد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 1821 بعد تسجيل 127 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة أن الإصابات تخطت حاجز 23,000 حالة، مؤكدة أن الأوضاع تتجه نحو الصعوبة، ومحذرة من حدوث كارثة إذا استمر الوضع هناك على ما هو عليه. أما في إسبانيا فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33,089 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,182 حالة. وأكدت الوزارة أنها سجلت خلال الساعات 24 الماضية 349 حالة وفاة، في وقت تعد فيه إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثرا في المرض في أوروبا. أخيرا، دعت منظمة الصحة العالمية الدول في جميع أنحاء العالم إلى جمع أكثر من نصف مليار دولار من أجل مكافحة فيروس كورونا. وقال مدير المنظمة إن على دول العالم تقديم تبرعات يصل مجموعها إلى 675 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم استخدام هذه الأموال ضمن جهود المواجهة لمساعدة البلدان على احتواء الفيروس وتمويل العلماء الذين يحاولون إنتاج لقاح، إلى جانب مساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة للتعامل مع هذا الوباء. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. فيروس كورونا يواصل الانتشار بالعراق، الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 23 والإصابات إلى 266. كورونا يشل مظاهر الحياة، الحواجز الكونكريتية تعود إلى شوارع بغداد، والإقليم يفرض الحجر الصحي على قضاء درب الدخان. عمر حكومة سنة واحدة تنتهي بالانتخابات المبكرة، يؤكد الزرفي ويقول تشكيلة الوزارية لن تمر إلا بتوافق جميع الأطراف السياسية.
عقد التأمين الصحي يثير زوبعة من الاتهامات، شبهات فساد واحتيال تحيط هيئة التقاعد الوطنية، والمتقاعدون يحذرون رواتبنا في خطر. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة دوت تي في وأيضا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.